نرجع معك الطريق مسدود. هناك جماعتكم يصرحونكم. والله يا عمو اليوم راح يشيلونا بالليل. والله ما عاش اللي يشيلك ابوي. دوله داير ما يدور البنايه. طب نوصل الخطر. نعم. صور الشرطه كلها صورها. كلها صورها كلها. كلها صورها كلها. بتوجيه من قوات التحالف الأمريكية قوات الاحتلال قامت الشرطة العراقية بمداهمة مكتب المؤتمر الوطني للمرة الثانية خلال 12 ساعة واجبرونا على إخلاء المكتب بقوة السلاح. هو ده صار كل شيء. Thank you.